في لفتة إنسانية سجلتها منطقة الجوف، حيث قام عدد من الأهالي بفتح منازلهم لتقبل العزاء. مقيم مصري تلقى نبأ وفاة زوجته في جمهورية مصر العربية، التفوا حوله في أزمته وشاركوه حزنه ودموعه. مجلس عزاء لميت ليس من أهل هذا المجلس، موقف اجتماعي سجلته عائلة في منطقة الجوف لمقيم مصري يعمل لديها، فقد زوجته في غربته ليكون مجلسهم مكان الاستقبال المعزين، والذي وفد إليه مجاميع كبيرة من الأهالي لتخفيف مصاب هذا المقيم. وما إن تلقى نصر محمد الهادي نبأ وفاة زوجته في مصر، حتى التف حوله أبناء العائلة التي يعمل لديها مواسين ومعزين. كفيلي كان عايزني نتمشى شوية كما يفك عني، عشان يقول لي تعالى يفك عني كما يشافني زعلاني لمن دون. قلت له حاضر، بس استنى أكلم مرتي، أضرب عليها أضرب عليها ما حدش يرد، أضرب على جماعة هناك يا جماعة. مرتي ما بتردش، في حاجة؟ قالوا لي ده الساعة 12 بالليل البقاء لله. أنا ما عارفش. قال لي يا بابا، قال لي يا بابا مش تستنى لما أكبر شوية. أكبر شوية رحت، مش قدرت أستحمل. لما أكبر شوية قلت له حبيبي أنت كبير، وروح اقعد مع أخوك الكبير في العزاء واقعد معه شوي، وربنا يعوض خير. طبعا تلقى خبر وفاة زوجته طبعا ممكن منتصف الليل، ومن منتصف الليل افتحوا المجلس من شان يكون هنا استقبال العزاء والجلسة ومواساته في هذا الموقف، اللي هي يعتبر ما هو غريب على الشعب السعودي ولا هو غريب على أهل الجوف عامة. مواقف هذه مواقف نبيلة ومواقف تنم عن ترابط وتآخي فيما بيننا. جسد هذا الموقف الذي سجلته عائلة المريح في مدينة سكاكا ثاني موقف من نوعه في التعامل الحسن مع المقيمين والعاملين، مترجمين ما رواه النعمان بن بشير عن رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لقناة الإخبارية عبد الرحمن إبراهيم، الجوف.